السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد خاص بالبي ام بي. ولكن النهاردة هنتكلم على How to register for PMP exam، على كيفية التسجيل للاختبار وكيفية عمل الابليكيشن. وبعد قبول الابليكيشن ان شاء الله ممكن ترجعوا ايضا للفيديو تاني، علشان انا هقول لكم على خطوات الدفع وتحديد موعد الاختبار. عندنا النهاردة خمس حاجات هنقولها، او خمس عمليات لازم تبقى عارفها كلها ل how to register for PMP exam. عندنا certification process، اول نقطة fulfill eligibility criteria، في بعض المعايير او بعض المتطلبات او requirement اللي لازم انت تحققها عشان تقدر تقدم للاختبار. طبعا دي هتكلم عليها بعد شوية. رقم 2 complete application، ازاي بنعمل الابليكيشن. رقم 3 application review، بعد ما بنعمل submit للابليكيشن بيروح لل PMI عشان يتراجع. رقم 4 البيمنت او عملية الدفع، طبعا بعد ما بيتراجع بيقعد 4 او 5 ايام عمل، بعد كده بيردوا عليك بالموافقة، بعدها تقدر انك تدفع. وايضا بعد عملية الدفع بتعمل تحديد موعد الاختبار. هنتكلم دلوقتي على بعض المتطلبات او الكرايتيريا المطلوبة. دلوقتي المتطلبات بتنقسم الى نوعين. اول حاجة حسب الدرجة العلمية بتاعتك، لو انت معاك هاي سكول دبلومة او تعليم متوسط محتاج 60 شهر او 7500 ساعة خبرة طبعا في ادارة المشاريع، وطبعا محتاج 35 ساعة حضور. طبعا دي بتاخدها يعني بكذا طريقة مختلفة، ممكن عن طريق تاخدها في مركز، تاخدها اونلاين عن طريق يوديمي، ايا كانت الطريقة. طبعا لو انت معاك كلية 4 او 5 سنين، معاك بكالوريوس، محتاج 36 شهر او فيما يعادل 4500 ساعة او فيما يعادل 3 سنين خبرة في ادارة المشروعات، وايضا محتاج 35 ساعة حضور. دي كانت المتطلبات، بتنقسم لحاجتين. هنرجع دلوقتي نتكلم على النقطة رقم 2 complete application. علشان نخلص الابليكيشن عندنا 3 مراحل. اول حاجة هندخل على موقع pmi.org. رقم 2 هنعمل create new account، هنعمل حساب على الموقع. رقم 3 هنعمل apply for the exam. طيب نتكلم دلوقتي على النقطة رقم 1. اول حاجة بتفتح صفحة النت، تفتح المتصفح بتاعك وبتدخل على الموقع وبتضغط على ريجستر، على التسجيل. دي خطوة رقم 1. ندخل على الخطوة الثانية create new account. بعد ما بتضغط على ريجستر هيفتح معاك الصفحة دي. طبعا هي صفحة كانت طويلة لكن انا قسمتها. اول حاجة عشان تعمل الاكونت بتدخل طبعا الفيرست نيم، اسمك الاول، بعد كده اللاست نيم، الاسم الاخير، بتدخل الايميل بتاعك، بعد كده الكونتري او الدوله اللي انت فيها، بعد كده بتدخل برضو بعض البيانات. طبعا دي كلها صفحه واحده لكن عشان ما كانتش تيجي عندنا في السلايد فانا قسمتها الى 3 قطع. بعد كده هتدخل اسم الشركه بتاعتك، بعد كده هتدخل الكرنت جوب تايتل، دلوقتي انت شغال في مثلا ادارة المشاريع، او انت طبعا عندك كده ممكن تنزل وتختار الديسكرايب او الوصف وتقول انت شغال في ايه. طبعا هنا سنة الميلاد بتاعتك، بعد كده بتقول انت عندك كام سنة خبرة توتال، هنا بتكلم على كام سنة بس التوتال بتاعك كله كام.
هنا بيتكلم على عدد سنين الخبرة، عدد سنين الخبرة انت اشتغلتها في المشاريع اللي اكبر من شهر، بعد كده بتبدأ تكتب اليوزر نيم، بتبدأ تكتب الاسم بتاعك اللي انت طبعا هتسجل بيه على طول لما تدخل على الموقع، اليوزر نيم والباسورد، وطبعا تعمل كرييت اكاونت. وبكده يبقى احنا خلصنا الخطوة رقم 2 اللي هي انت كده خلاص سجلت على الموقع زي اي موقع، مثلا بتيجي تسجل على الفيسبوك، تيجي تسجل على اي موقع، طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. طبعا بعد ما بتسجل على الموقع خلاص بيقولك ان انت خلاص بقيت دلوقتي عندك حساب على الموقع، ولكن حساب فقط، ولكن انت لسه لحد الان ما عملتش عضوية على الموقع. وانا بنصح الناس ان هي تأجل الدفع للعضوية لبعد قبول الابليكيشن، دي نصيحة وريت الناس تعمل بيها. خلي شوية موضوع العضوية لما تقدم الابليكيشن ويتقبل تدفع العضوية مع الامتحان مرة واحدة. بعد كده هنضغط ريتيرن، هنرجع تاني خلاص بعد ما سجلنا عشان بقى نبدأ نعمل في الابليكيشن. هنضغط هنا، ندخل على الخطوة رقم 3 apply for the exam، بعد ما تضغط على ريتيرن هيدخلك على الصفحة دي، بتضغط على certifications، بعد ما تضغط عليها هينزل لك الجدول ده، بتضغط على apply now، هتفتح معاك الصفحة دي. طبعا دي شهادات مختلفة تبع البي ام اي، طبعا احنا هنختار مع بعض ان احنا عايزين نقدم ونعمل ابليكيشن apply for PMP. بعد ما ندخل ما نضغط على apply for PMP طبعا مطلوب مننا عشان نعمل الابليكيشن ان احنا نعبي كل الطلبات دي. هنبدأ مع بعض أول حاجة في الكونتاكت أدريس، في العنوان بتضغط على أد هوم أدريس، تمام. بعد ما تضغط عليها هيدخلك هنا، وبتبدأ إنك تعبي طبعا عنوانك فين واسم الشركة والعنوان بتاعك كل حاجة، تمام. بعد كده بتعمل سيف أند كونتينيو. بعد ما بتعمل سيف اند كونتينيو طبعا هيطلب منك الكونتاكت انفورميشن، طبعا ده هتلاقيه متسجل عندك عادي جدا، الايميل ادريس طبعا ده متسجل من اول خطوه لما انت اصلا سجلت في الموقع، لكن يعني عشان تعمل سيف اند كونتينيو محتاج انك تضيف رقم التليفون، هتعمل اد فون نمبر. بعد ما تخلص بيبقى خلاص انت الايميل موجود ورقم التليفون، هتعمل سيف اند كونتينيو. بعد كده هيدخلك على صفحة تانية، هتدخل بقى معلومات عن التعليم بتاعك، هتدخل طبعا السكول او اليونيفرستي، طبعا تكتب انت كنت في كلية ايه وجامعة ايه وكده واسم البلد، طبعا هنا ايجيبت، طبعا هنا الادريس منصورة ايجيبت، وطبعا تكتب البوستر كود، وطبعا هنا تكتب الدرجة العلمية، هنا طبعا بكالوريوس، هنا طبعا سنة التخرج، متخرج سنة كام، وطبعا مجال ايه، مجال الانجينير. سيف اند كونتينيو. بعد كده هيدخلك على موضوع مهم جدا على الريكويرمنت، لكن انا حابب قبل ما يعني قبل ما ندوس على سيف اند كونتينيو حابب اتكلم على موضوع مهم، طبعا ده انا اتكلمت عليه في اول المحاضرة. دلوقتي انت لو معاك درجة عالية، معاك مثلا بكالوريوس، معاك 4 سنين، محتاج على الأقل 3 سنين خبرة فيما يعادل 36 شهر، تمام. طبعا دول برضو بيعادلوا 4500 ساعة، طبعا خبرة في مجال بروجكت مانجمنت. طيب دلوقتي لو انت معاك مؤهل متوسط، محتاج 7500 ساعة اللي هي بتعادل 5 سنين، هنا كان 3 سنين، هنا 5، هنا كان 36 شهر، هنا محتاج 60 شهر. وطبعا في كده الحالتين سواء ده او ده انت محتاج 35 ساعة حضور خاصة بإدارة المشروعات.
بنعمل سيف اند كونتينيو. هتفتح معانا الصفحة دي. طبعا دي عبارة عن ايه هنا، يعني زي مقارنة كده ما بين ال required وال actual بتاعك. دلوقتي انت مطلوب منك انك تدخل الخبرة بتاعتك، طبعا مطلوب هنا لو بنتكلم بالشهر محتاج 36 شهر فيما يعادل 4500 ساعة. طبعا هنا لسه صفر لان انا لسه هعمل اد دلوقتي، هدخل بقى عدد الساعات اللي انا اشتغلتها. طيب دلوقتي هنضغط على بي ام بي اكسبيرينس. طبعا بعد ما نضغط عليها هتدخلني على الصفحة دي، هنعمل اد، نضغط على اد، هتفتح معايا الصفحة دي. انا هبدأ دلوقتي ادخل الاكسبيرينس بتاعتي، هدخل الخبرة. هيطلب منك اول حاجة البروجكت تايتل، عنوان المشروع بتاعك ايه، تكتب اسم المشروع اللي انت اشتغلته. بعد كده الستارت ديت والفينش ديت، امتى بدأ وامتى انتهى. وطبعا هنا بتكتب دورك ايه في المشروع، البروجكت رول، وطبعا كان في اي مجال. هنا طبعا انا عشان كنت اشتغلت في مشروع 3 سنين، فانا كتبت هنا مدته 3 سنين، بدأ من 1 يناير 2015 ل 1 يناير 2018. طبعا ده يفضل انك تكتب مشروع 3 سنين، يعني بتقلل على نفسك يعني تقسيم عدد الساعات. لكن طبعا لو انت ما اشتغلتش 3 سنين، مشروع 3 سنين مثلا، اشتغلت مشروعين كل مشروع سنة ونص، بتبدأ ان انت برضو بتكتب لكل مشروع التايتل بتاعه، وبدأ امتى وانتهى امتى، وكان دورك ايه، وايه المجال اللي انت اشتغلت فيه. اضغط على سيف اند كونتينيو. هتفتح معانا الصفحة دي. هنا محتاج بيانات او بيانات على او معلومات على الشركة بتاعتك او المؤسسة. طبعا بتكتب هنا دورك ايه واسم الشركة والعنوان ورقم التليفون، ولكن ضروري جدا انك تبقى حريص انك تكتب بيانات مظبوطة، عشان في حالة لو اتعمل لك اوديت واتصلوا على الشركة يبقى انت ايه كاتب بيانات مظبوطة. خلي بالك يعني هي مش اي بيانات والسلام، لا تكتب بيانات مظبوطة. نعمل سيف اند كونتينيو. بعد كده هيدخلك على صفحة بعد كده، هيطلب منك انك تدخل معلومات عن حد موجود في الشركة بتاعتك، مثلا مديرك او مدير الشركة، ايا كان حد كان موجود في الشركة، عشان ممكن برضو ايضا في حالة الاوديت انه يتصلوا عليه. بتكتب اسمه وهو كان دوره ايه في الشركة عندك، والايميل بتاعه ورقم تليفونه. وخلي بالك ايضا انك تبقى معرفه ان ممكن يحصل اوديت وممكن يتصلوا عليه، عشان ايه بعمل حسابه وهو بيتكلم. بعد كده هنضغط على سيف اند كونتينيو. دخلنا على موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو توزيع عدد الساعات في ال5 مراحل او في ال5 بروس جروب اللي موجودين عندنا. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 5 مراحل في المشروع: مرحلة الانيشيتنج، مرحلة البدء، بعد كده مرحلة البلاننج، مرحلة التخطيط، بعد كده مرحلة الاكسكيوتنج، تنفيذ، كنترول اند مونيتورنج ذا بروجكت، مراقبة وتحكم، واخيرا مرحلة الكلوز او كلوزنج ذا بروجكت، مرحلة الاغلاق. طبعا انا يعني هنا انا كاتب لك ازاي بتقسم عدد الساعات. طبعا احنا هنا لو عندنا مشروع 4500 ساعة اللي هم 3 سنين، بتبدأ تضرب كل نسبة من دول في عدد الساعات اللي هي 4500 ساعة، بيطلع لك انت اشتغلت كام ساعة في كل مرحلة. وبنفس الكلام لو انت عندك مشروعين، لو انت عندك مشروعين، مشروع مثلا 2000 ساعة ومشروع 2500، تبدأ تضرب كل نسبة من دول ايضا في النسبة التوتال لكل مشروع. طيب انا جبت النسب دي منين؟ طبعا النسب دي انا جبتها من مهام مدير المشروع. طبعا دي موجودة على الموقع البي ام اي، عندنا 5 دومينز، وكل دومين طبعا ليه نسبة معينة. initiating ليه نسبة معينة، planning، executing، monitoring and control، و closing. بعد ما نضغط على save and continue هيفتح عندنا الصفحة دي. محتاج انك تكتب وصف كده، وصف عام، انت اشتغلت ايه في كل مرحلة من ال5 مراحل. على سبيل المثال انت مثلا في مرحلة الانيشيتنج
شاركت في ديفلوب بروجكت تشارتر، بعد كده دخلت على مرحلة البلاننج، عملت بريبيرنج للبروجكت مانجمنت بلان، بعد كده دخلت على مرحلة الاكسكيوتنج التنفيذ، بعد كده مونيتورنج اند كنترول، عملت انسبكشنز وتقارير، وطبعا اخيرا في مرحلة الاغلاق توثيق وتجميع الدروس المستفادة الكولكت لسونز ليرند تو ابديت او بي اي. بعد كده طبعا خلي بالك انك تبقى حريص جدا وانت بتكتب انك ما تتعداش ال 550 حرف، ده موضوع مهم جدا، مش هيسمح انك تكتب كلام كتير، فقط انت بتكتب عناوين عامة. تمام، طبعا في ناس كتير كانت بتسألني هل نكتب بقى المشروع نجح المشروع خسر؟ لا، مش مطلوب منك انك تكتب كل الكلام ده، فقط انت بتكتب دورك او انت اشتغلت ايه في المشروع ده، بس بشكل كده هاي ليفل. ودايما خلي بالك انك يعني ايه اللي انت درسته في البين بوك او المصطلحات اللي انت درستها، زي مثلا ليسونز ليرند، زي مثلا الشارتر، بروجكت مانجمنت بلان، ريبورتس، انسبكشنز، انك تستعين بالمصطلحات دي وانت بتكتب الوصف. بعد كده هنضغط على سيف اند كونتينيو، وبكده يبقى احنا انتهينا من المرحلة دي، احنا دخلنا الخبرات ووزعنا عدد السنين. طبعا هنا بقى هيجيب لك مقارنة باللي انت عملته، كان مطلوب هنا الريكوايرد كان 36 شهر، يعني 4500 ساعة، هنا انا دخلت 37 مش مشكلة، وايضا فيما يعادل 4500 ساعة. طبعا كده الستيل نيد او حاليا انا حققت المتطلبات خلاص، بقى هنا طبعا زيرو. انما لو كان انا قليل او انا مثلا كنت 3500 بس، كان هيقول لي هنا لا انت ناقص لك 1500، فهنا قبل ما هيسمح لك انك تعمل سيف وكونتينيو، لا لازم انت هنا بتشيك وتشوف هل دي صفر ولا لا، لو صفر يبقى انت كده تمام، بتعمل سيف اند كونتينيو. هيطلب منك دلوقتي انك تدخل عدد ساعات الحضور اللي انت حضرتها في الكورس ال 35 ساعة. طبعا هنا المطلوب required 35 ساعة، طبعا هنا الـ still need، انا هنا لسه ما عملتش اد، فاكيد لسه هنا طالب مني ان ادخل 35 ساعة، فطبعا هنضغط هنا على اد. هتفتح معايا الصفحة دي، اول حاجة بتكتب الكورس تايتل، تكتب اسم الكورس بتاعك واسم المعهد، طبعا هنا انا حاطط اسم الكورس بتاعي على يوديمي، هنا طبعا بتكتب اسم المعهد، طبعا هنا اسمه يوديمي، بتكتب الكورس ستارت ديت والكورس اند ديت، امتى بدأ وامتى انتهى الكورس، وطبعا بتكتب هنا عدد الساعات، يعني خلوهم الاثنين زي بعض كده 35 ساعة، طبعا عشان تجيب اسم الكورس بالظبط، عشان لو حصل اوديت بعد كده. طبعا بتدخل على الكورس على يوديمي، طبعا ده الكورس بتاع اليوديمي، بتاخد هنا اسم الكورس كوبي، بتاخد هنا اسم الكورس كوبي، وطبعا بتحطه هنا في خانة التايتل عنوان الكورس، بعد كده بتعمل سيف اند كونتينيو. وبكده خلاص كده قال لك ان انت حاليا ستيل نيد زيرو، خلاص انت دلوقتي حطيت ال 35 ساعة حضور، وبكده هتعمل سيف اند كونتينيو عشان يعني ايه ننتقل للصفحة اللي بعد كده. هتفتح معاك الصفحة، طبعا دي صفحة يعني معلومات كده مش إجبارية، معلومات اختيارية كده، طبعا هنعديها، هنعمل سيف اند كونتينيو. ده موضوع مهم جدا بقى، الصفحة دي خاصة باسمك على الشهادة، الاسم اللي هيظهر على الشهادة name on certificate، طبعا بتكتب اسمك بالكابيتال، ودايما يعني يفضل انك تكتب اسمك حسب جواز السفر بتاعك، تفتح جواز السفر وتشوف اسمك مكتوب ازاي، مكتوب ثلاثي رباعي خماسي، وتكتبه هنا، وخلي بالك من موضوع انك تكتبه كابيتال، طبعا الافضل، لان انا يعني للاسف بشوف ناس كتير كاتبين الاسم كله سمول، طبعا ده مش كويس. بعد كده هنضغط على سيف اند كونتينيو، هيقول لك خلاص انت كل معلوماتك كانت اكيوريت، هقول له اوكي انا اجري، تمام سيف اند كونتينيو، وبكده يبقى هو خلاص جاب لنا صفحة كده تجميعية
بكل اللي احنا عملناه، الكونتاكت انفورميشن والعنوان والتعليم والخبرات كلها وعدد الساعات. تمام كده، لو كل اوكي يبقى انا صح. انما لو في حاجه ناقصه، لو في حاجه انا دخلتها غلط وانا اثناء ما انا لسه بعبي الابلكيشن، هنا هيعمل لي علامه اكس، علامه اكس بالاحمر ان في حاجه غلط، فمش فبرجع تاني. على فكره الموقع بيسيف لوحده، يعني متفكرش لو انت رجعت هتلاقي كله اتمسح، لا. لو في حاجه فيها مشكله ورجعت تاني، ممكن ترجع من هنا او ممكن تضغط عليها من هنا، هتعدل فيها وهترجع على طول لنفس الخطوه للريفيو، هتلاقي كله متسيف وكله اوكي. طبعا نعمل هنا مارك ان خلاص، ان كل المعلومات اللي احنا دخلناها كانت اكيوريت، كانت مظبوطه وكانت كامله اند كومبليت. في هنا حاجه مهمه، طبعا دي اخر خطوه هندوس على سبميت ابلكيشن، ولكن هنا ممكن تعمل داونلود للابلكيشن اللي انت دخلته بصيغه البي دي اف عشان تراجعه، ربما يكون في حاجه انت دخلتها غلط محتاجه تعديل. بعد ما تشيك، بعد ما تراجع كل حاجه تمام، تضغط على سبميت ابلكيشن. طبعا في نفس الثانيه اللي انت بتدوس فيها على سبميت ابلكيشن، طبعا دي بتظهر لك ابلكيشن سبميتد، ان خلاص الابلكيشن راح. طبعا الابلكيشن بعد ما بيروح بيتراجع. دخلنا كده في العملية أو المرحلة رقم 3، ابلكيشن ريفيو. كده احنا خلصنا، عرفنا ايه المتطلبات، عملنا الابلكيشن. هندخل على الخطوة الثالثة، ابلكيشن ريفيو. طبعا بعد ما بتعمل سبميت، معهد البي ام اي بيبدأ في مراجعة الابلكيشن بتاعك، بياخد من 4 لـ5 أيام عمل، يعني طبعا مش محسوب السبت والحد. في نفس الثانية اللي انت بتضغط فيها على سبميت، ممكن يجي لك رسالة من الاتنين. دي طبعا رسالة طبعا الناس كلها يعني بتحبها وطبعا تفرح بيها جدا، ان الرسالة خلاص يقول لك هنا ان الابليكيشن بتاعك خلاص ريسيفد، وطبعا هيتراجع وهيردوا عليه خلال 4 أو 5 أيام. طبعا في رسالة تانية ايضا بتيجي في نفس اللحظة، هي رسالة الاوديت. هيكتب لك هنا ان الابليكيشن خاضع لعملية الاوديت، فمحتاج طبعا ان انت تجمع بقى كل اللي انت دخلته ده، كل المعلومات، شهادة الخبرة بتاعتك، شهادة الكورس، كل ده طبعا بتجمعه وتبعته بالبريد. طبعا يعني ان شاء الله في فيديو تاني هوضح لحضراتكم في حالة الاوديت الناس تعمل ايه. طيب دلوقتي الابليكيشن اخد 4 ايام عشان يتراجع وردوا عليك. طبعا هيبعتوا لك ايميل، هيبعتوا لك الايميل ده ان انت خلاص الابليكيشن يور بي ام بي ابليكيشن هاز بين اكسبتد، اتوافق عليه. هيقول لك هنا بليز كونتينيو ويز ذا بي ام بي ابليكيشن بروسيس، هيقول لك خلاص استمر واعمل عمليه البيمنت وابدا في الدفع عشان نحجز للاختبار. بنضغط هنا، بنعمل لوجن، وطبعا بندخل على الموقع عشان نستكمل عمليه الدفع. وبكده يبقى احنا وصلنا للعملية اللي قبل الأخيرة، هي عملية البيمنت، عملية الدفع. أول ما تضغط عليها هتفتح معاك، طبعا بتعمل لوجين وتضغط عليها، طبعا بتفتح معاك الصفحة دي، تضغط على موضوع أو على البيمنت، تضغط عليها هيدخلك على طول على الصفحة دي. طبعا فيها يعني فيها حاجتين، منقسمه لحاجتين. طبعا في ناس كتير جدا مننا مش عارفين ان في برضو ان الاختبار، طبعا كل عارف ان الاختبار بيكون اونلاين، بيكون على الكمبيوتر، لكن ايضا في بعض البلاد ما فيهاش الموضوع ده، فبيمتحنوا ورقيا، بيمتحنوا على ورق، بيكون الاسئله موجوده وبيمتحن على الورق. بعد كده يعني الورق بيروح للمعهد، وبعد كده بعد بشهر يردوا عليهم نجحوا ولا لا. لكن في اغلب البلاد طبعا العربيه او الاجنبيه، طبعا كلنا يعني في مراكز للاختبار طبعا المعتمده من البي ام واي، بيبقى الاختبار طبعا على الكمبيوتر. وطبعا في طريقه معروفه انك عشان تعرف البلد اللي انت فيها مركز ولا لا، في موقع، الموقع البروميتريك، بتضغط عليه طبعا، بتخش عليه وبتبحث باسم البلد اللي انت فيها وتعرف اذا كان في مركز ولا لا.
طبعا في الحالة الشائعة أو الحالة طبعا المعروفة سنتر بيست تيست، نضغط على هنا نعمل مارك هنا ونعمل نيكست. هتفتح معاك الصفحة دي، طبعا الصفحة دي مهمة جدا. طبعا كل الكلام ده النص اللي فوق ده كله هيبقى ثابت معاك، انت اصلا قبل كده دخلته، فاصلا مش هتدخل فيه ولا هتعدل فيه اي حاجة. اسمك هيبقى مكتوب، طبعا ده اسم فقط تعريفي، اسم اول اسم مثلا او الاسم اللي في النص، انما ده مش الاسم اللي هيظهر في الشهادة. الاسم اللي هيظهر في الشهادة انت كتبته قبل كده في الابليكيشن. بتسيب كل حاجة زي ما هي، العنوان بتاعك، كل حاجة، البوستال كود، البريد. هنا بقى موضوع مهم جدا، ناس كتير ما بتاخدش بالها في موضوع إضافة اللغة المساعدة. إضافة اللغة المساعدة ما بتظهرش معاك أثناء الابليكيشن، لا بتظهر معاك إمتى؟ وأنت بتدفع أثناء عملية البيمنت. خلي بالك من الموضوع ده، هنا بتختار أيوه يس أنا محتاج لغة مساعدة، بتضغط على مثلا أنت عايز عربي، عايز فرنسي، عايز أسباني، ايا كان، ولكن اللغة البيزك، اللغة الأساسية هي اللغة الإنجليزية. تمام؟ طبعا بتكون الشاشة يعني في الامتحان بتكون الشاشة منقسمة إلى نصين، النص اللي فوق بيكون السؤال باللغة المساعدة إذا كانت عربي، بيكون السيناريو والاختيارات بالعربي، والنص اللي تحت من الشاشة بيبقى السؤال والاختيارات بالإنجليزي. بعد كده بنضغط على نيكست، بنسيب كل حاجة زي ما هي كده وبنضغط على نيكست. هنا طبعا هيجيب لك، طبعا هنا هيخيرك انت عايز تدفع للامتحان والعضوية مع بعض. فاكرين لما قلت لكم في اول الفيديو خلينا ندفع العضوية بعدين مع الامتحان، بعد ما نتأكد ان خلاص الابليكيشن اتوافق عليه؟ طبعا هنا هيقول لك لو دفعت الاتنين مع بعض هتوفر $11. طبعا تكلفتهم الاتنين، تكلفة الامتحان بس الفي بتاعت الامتحان $405، تكلفة الممبرشيب أو العضوية $129. وطبعا هنا في هنا الابليكيشن هيبقى التوتال 544. لو انت عايز تدفع بس الامتحان مش عايز عضوية، بتدوس هنا وتكلفة الامتحان 555. لكن طبعا انا انصح الناس كلها ان تعمل تختار الاختيار الاول ده وتعمل عضوية. ليه بقى تعمل عضوية؟ ممكن تحمل كتاب البين بوك مجاني سواء عربي انجليزي او بأي لغة، ويكون اسمك متسجل عليه، اي كتاب تاني في مجال ادارة المشروعات. وايضا يعني بيكون العضوية مدتها سنة، تقدر انك بعد كده لو حبيت انك تدخل اي اختبار تاني تبع البي ام اي، مثلا اختبار مثلا على سبيل المثال اختبار الار ام بي، طبعا ده بيوفر عليك تقريبا $100 فقط، بتدفع تكلفة الاختبار بقى، تكلفة الاختبار بس، انما العضوية خلاص انت دافع العضوية. انما لو انت اخترت الاختيار ده دلوقتي وحبيت تمتحن بعد كده هيبقى طبعا التكلفة زيادة عليك. فطبعا يفضل انك تختار الاختيار ده، تدفع الامتحان والعضوية مع بعض. بعد كده هندوس على نيكست، تفتح معانا الصفحة دي. طبعا ده كله هيكون متسجل ثابت، تضغط بس هنا، تضغط على الادريس تايب، تضغط على ريزيدنشال وريفيو اوردر. هيفتح معاك هنا الصفحة دي، يقول لك دخل معلومات الفيزا بتاعتك، دخل طبعا هنا نيم كارد، اسمك على الفيزا ونوع الفيزا بتاعتك مستر كارد ولا فيزا، وطبعا رقم الكارد بتاعك، يعني زي بالظبط انك بتدفع اي عملية على الانترنت. بعد كده بندوس على اي اجري وبندوس كومبليت بيرشيز، انك خلاص خلصت عملية الدفع. وطبعا هنا انت ممكن تعمل برينت لو انت مثلا عايز تقدمها، تقدم الفاتورة لأي جهة عايز تبقى تكون عندك، طبعا بتعمل برينت من هنا ونضغط على كومبليت بيرشيز. طبعا كده خلاص خلصنا عملية البيمنت، كده احنا دفعنا خلاص تكلفة الاختبار. كده تبقى فقط خطوة واحدة وهي تحديد موعد الاختبار، اللي هي الخطوة رقم 5. طيب ازاي بندخل عشان ندفع للاختبار؟ اول حاجة بتدخل على الموقع عادي جدا، موقع البي ام اي دوت اورج، تضغط على سيرتيفيكيشن،
بعد كده بنضغط على Apply Now، هتفتح معاك الصفحة دي. بتفتح معاك الصفحة دي فيها حاجتين مهمين جدا جدا جدا، هي ال PMI Eligibility ID. الرقم ده مهم جدا، طبعا ده هنحتاجه بعد شوية وانا بحدد الموعد. وحاجة تانية مهمة، الاسم اللي هيكون ظاهر او اسمك عامة، تمام؟ فدول حاجتين مهمين، الاي دي او ال Eligibility ID والاسم. بعد كده بنضغط على Schedule Exam، تحديد الموعد بقى خلاص. هتفتح معانا الصفحة دي، طبعا ده هيدخلك على طول على موقع البروميتريك عشان نحدد الموعد. بتختار البلد اللي انت فيها، هنا طبعا انا موجود في السعودية فهنختار هنا السعودية عربية. نيكست. هتفتح معاك الصفحة دي، نضغط على نيكست. بعد كده بتضغط تفتح معاك الصفحة دي برضو بعض السياسات عندهم وكده، هقول له اوكي انا اجري، اي اجري هنا، اوكي موافق. بعد كده نيكست. بتفتح معاك بعد كده الصفحة دي Eligibility Information. انا قبل شوية قلت لك انا هحتاج حاجتين مهمين، الرقم بتاع Eligibility زائد الاسم بتاعك. انا مش محتاج الاسم بتاعك كله. هنا بيقول لك دخل اول اربع حروف من اخر اسم. على سبيل المثال انا اسمي السيد محسن، انا اخر اسم من اسمي محسن، فهاخد اول اربع حروف الام والاو والاتش والاس وحطوهم هنا. طيب انا جبت الاي دي ده منين؟ هفكرك تاني، انا جبته من الصفحة دي لما قلت لك لما تدخل على البيم السيرتيفيكيشن، بعد كده هتضغط على ابلاي ناو، هي هتفتح معاك الصفحة. طبعا ده يعني بتظهر معاك امتى؟ بعد ما تدفع. خلي بالك الرقم ده ولا هيظهر عندك الصفحة دي الا بعد ما تدفع. طيب في مكان تاني ممكن اخد منه الرقم ده منين؟ من الايميل. بعد ما بتتم عملية دفع الاختبار، طبعا هنا هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الاي دي. ممكن تاخده من هنا من هناك ايا كان، هما واحد. في حاجة هنا مهمة جدا، دلوقتي انت مثلا حددت موعد الاختبار، تمام، وعايز تعمل ريسكادول، عايز تعيد، عايز تغير الموعد او عايز تكنسل الاختبار. هنا بيقول لك ايه دلوقتي؟ لو انت قبل شهر من الامتحان مثلا، قدامك شهرين، شهر ونص، اهم حاجة قبل شهر يعني، حتى لو 35 يوم التغيير ببلاش. انما لو انت within one month، بقى لو انت خلال شهر قبل مثلا الامتحان باسبوع، باسبوعين، بثلاثة، ب29 يوم حتى، لا بتدفع $70، بتدفع $70 عشان تعمل ريسكادول او كنسل للاكزام. ده موضوع مهم انا حبيت ان انا اقوله عشان ناس كتير جدا بتسأل برضو عليه. طيب دلوقتي انا دخلت الرقم، دخلت اول اربع حروف من اخر اسم، من اخر الاسم بتاعك. بعد كده بنضغط على نيكست. بعد كده هيدخلك على الصفحة دي عشان طبعا نحدد المكان. بتدخل هنا البلد اللي انت فيها، سواء مثلا انت في كايرو، في اسكندرية، في الرياض، في جدة، في القصيم، في اي بلد انت فيها. بنضغط على هنا، بنضغط او بنكتب البلد انت فيها. بعد كده بنعمل سيرش. هنا هيظهر لك الاماكن او المركز اللي انت هتمتحن فيه. طبعا موجود هنا في جدة، هو مركز واحد لكن في مركز خاص بالرجال ومركز تاني خاص بالنساء. نضغط بعد كده، هنضغط على Schedule and Appointment، يعني تحديد موعد. نضغط كليك عليها، هتفتح معايا الصفحة دي. هنا طبعا بيقول لك انك هنعمل سيرش، او عرفني الاماكن او المقاعد المتاحة خلال 3 شهور، بداية من شهر اوجست مثلا، 8 و9 و10. اوكي هنعمل له جو. بعد ما نضغط على جو هيظهر لك هنا الاماكن المتاحة في شهر اوجست، شهر سبتمبر، وشهر اكتوبر. طبعا اللون اللي هو اللي مظاهر ده، دي اماكن خلاص مقفولة، خلاص دي محجوزة. انما التواريخ اللي هي ظاهرة دي، هي دي التواريخ اللي انت تقدر تحجز فيها
خلال شهر 8 و9 و10. طبعا انا مش بتكلم حاليا على كل البلاد، لا انا بتكلم حاليا على جدة بس، على مدينة جدة بس. ممكن تبقى في القاهرة مختلفة، في الرياض مختلفة، تمام. بعد كده بتدوس على الموعد اللي انت او التاريخ اللي انت هتمتحن فيه، تظهر معاك المستطيل ده، دي المواعيد. طبعا بيكون في مواعيدين، موعد الصبح الساعة 8:30، طبعا عشان الامتحان 4 ساعات هتلاقي ان في موعد تاني الساعة 1. ممكن في ايام تانية بتلاقي فيها الصبح بس، انه مش لازم يكون عندك المواعيدين، ممكن تلاقي الصبح بس، ممكن تلاقي بعد الظهر بس. في برضو حاجة انا حابب اتكلم عليها في موضوع تحديد التوقيت نفسه. في ناس بيبقى كامل تركيزها الصبح، ناس بتنام بدري، بتصحى بدري، بتكون مركزة الصباح، فاحجز الساعة 8:30. في ناس تانية متعودة على السهر، ممكن تبقى عندها قلق، ما تنامش بالليل ليلة الامتحان، عندك توتر، ما يجيلكش نوم إلا على الفجر مثلا، فتبقى مشكلة لو أنت حاجز الصبح. فإد لنفسك وقت، طبعا يفضل إنك تمتحن أفضل الساعة 1. في ناس تانية تركيزها بيبقى عالي جدا الساعة، يعني بتبدأ تركيزها يعلى من بعد الظهر، فاحجز الساعة 1. كل واحد بيحجز على الميعاد اللي هو بيرتاح فيه، بس بشرط ان ايه، ان تبقى دماغك فايقة في الوقت ده. وبرضو نصيحة تانية للناس، قبل الامتحان بأسبوع أو بأسبوعين، يعني حل امتحانات 200 سؤال في نفس الوقت اللي انت هتمتحن فيه. يعني لو انا محدد موعد الساعة 8:30، اعمل حسابك انك تمتحن 4 امتحانات مثلا 200 سؤال، يعني بصفة يومية الساعة 8:30 الصبح، عشان عقلك يبقى خلاص مستسلم على الوقت ده، يبقى تركيزه عالي جدا في الوقت ده. ونفس طبعا الطريقة لو الساعة 1 مثلا، لو انت هتمتحن الساعة 1 تحل 4 امتحانات، 5 امتحانات، 3 امتحانات، ايا كان، في نفس الوقت ده، عشان يبقى انت خلاص دماغك متظبطة على الوقت ده، وتكون في اعلى تركيز. طيب تمام. بعد كده بنضغط على نيكست، حددنا التاريخ، حددنا الموعد، نيكست. هتفتح معانا الصفحه دي، هيطلب منك بعض المعلومات، طبعا معلومات كلها مش جديده. تكتب هنا النوع، هنا ميل او في ميل، تكتب الاسم بتاعك، الكونتري، السيتي، الايميل بتاعك، رقم التليفون، كل الكلام ده. واخيرا بعد ما تعبي كل البيانات دي هنضغط على نيكست. وبكده يبقى انت الحمد لله حجزت موعد. طبعا هيبعت لك ايميل كونفيرميشن على الايميل بتاعك ان خلاص تم الحجز. طبعا اللي هيبعت لك بقى مين؟ موقع البروميتريك نفسه، خلاص تم الحجز والامتحان بتاعك الساعة كذا. وطبعا نصيحة وانت رايح الامتحان، خد معاك جواز السفر، ده موضوع مهم جدا. في ناس كتير بتغلط، بيحتاج هناك عشان طبعا تحقق من الشخصية محتاج جواز السفر. عشان كده قلت لك اكتب اسمك اللي هيظهر في الشهادة، خليه نفس الاسم اللي في الجواز، تمام. ده موضوع برضو حبيت اقوله. وايضا موضوع تاني، ما تاخدش معاك اي حاجة، انت رايح فقط بدماغك. هناك هيديك قلم، هيديك ورقة، هناك ورقة او ورقتين تكتب فيهم اول ما تخش الامتحان، مش محتاج انك تاخد معاك اي حاجة، حتى الآلة الحاسبة أيضا هيديها لك، هيديك آلة حاسبة وقلم رصاص وورقتين أو 3، فقط بتاخد معاك جواز السفر. ده موضوع مهم برضو حبيت أنبه الناس عليه. طبعا بعد ما الناس تحدد الموعد وإن شاء الله تخش الامتحان، أتمنى كامل التوفيق والنجاح لكل الناس اللي اجتهدت وتعبت إن شاء الله وهتخش الامتحان، إن أنا أشوفهم كلهم بإذن الله حصلوا على الشهادة وبقوا سيرتيفايد للبي ام بي. طبعا ده شكل الشهادة اللي طبعا تحصل عليها بعد نجاحك، طبعا دي تبع البي ام اي، البروجكت مانجمنت انستيتيوت. طبعا بيكون لونها ازرق، طبعا لان عندهم شهادات تانية يعني بتكون بلون تاني. طبعا اتمنى لكل الناس النجاح والتوفيق ان شاء الله في الاختبار. الموضوع مش صعب، ولكن محتاج توجيه، محتاج خطة تمشي عليها. وإن شاء الله في فيديو تاني هبقى أتكلم على إزاي تستعد للاختبار وتذاكر منين، إيه هي أهم المصادر اللي أنت تلجأ لها وتذاكر منها للاختبار.
طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك على القناة وتفعلوا الجرس عشان طبعا يوصلكوا اخر فيديوهاتي. يعني انا بصفة اسبوعية مستمرة بنزل فيديوهات مراجعة على كل شابتر، بنزل اسئلة، حل اسئلة على القناة بتاعتي على اليوتيوب. اسم القناة لو انت عايز تعمل سيرش سيد محسن BMP. وطبعا انا ادمن على الجروب بتاعي BMP تريكس، ده الجروب بتاعي بنزل عليه بشكل يومي اسئلة هامة جدا للاختبار ومعلومات وتوجيهات مهمة جدا جدا للاختبار. اي حد محتاج اي حاجة يرسلني على الفيسبوك، وده رقم الواتساب بتاعي، انا تحت امركم في اي حاجة. اسأل الله تعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.